تكلمت المسار من مصلحة البلاد. أيوة من مصلحة البلاد، خاطر أعمال ساعة تزيد وعمال هك تشوف سياسي يقع استدعاءه في منبر إعلامي باش يزيد المزايدة، باش تولي توا السيا داخله في وسط ليزي، ومن بعد غدوه باش تولي كجي بي، ويمكن برشا تولي حكايه الموساد ودنيا. لا شويه تريث شويه تريث، السوفي تباع برزانه راه. انا قلت لك المعلومات عندنا عندها در قداش، عمرنا ما خرجناها، عمرنا ما خرجناها، ماناش ولاد صغار نلعبوا مصلحه البلاد. نحن شويه تريث، نحن توا باش الامور تصير خويا فيسع فيسع نتجاوزوها شبه الازمه هذيا، ولا نجموا نتجاوزوها كان بالتجسيد وتسييم الاستقاله هذه، ونقدموا بالبلاد القدام وكفانا مناشده وكفانا واحد. تونس ولد الحمد لله.